ما علاش كنش ندعمه؟ اذا راه كاينه واحد في الميدان كاينه نقاش، حنا ما نكروش باللي بزين ضخم، ما نكروش باللي كاينه اراده سياسيه قويه وايمان عميق، وكاين يعني ورئيس الجمهوريه يعني حافظه والله وراه بكل ما اوتي من قوه يحب يخرج الجزائر من هذه الوضعيه قديمه ويديها الى وضعيه جديده. ايضا ما عبناه ايضا هذا كل هذه المحاسن اللي راهي في القانون الماليه هاي تصطدم في الواقع بواحد الاداره متخلفه ضعيفه معرقله ماكره، وبالتالي ولينا اللي خاسر، خاسر المواطن وخاسر. ولهذا انا ايضا قلت قبل اللي باش ننجحوا في هذا كل الامور هذه ونجبوا قانون الماليه هذا نطبقوه مليح، لازم نعاود نستثمروا في الانسان هذا اللي مكلف بانفاق هذه الميزانيه وتسييرها. اذا كان احنا الانسان تاعنا فاسد احنا مش ما نقدروا نديروا والو. اذا فالاستثمار في الانسان، فالانسان اذا صالح راح صلح لنا الامه، اذا فسد تفسد لنا الامه وتمشي الامور. اذا لابد ان نراعي نرفع ميزانيه التعليم، نرفع ميزان مجال التربيه، نرفع مثلا نقوي المجتمع المدني فعلا باش يكون فاعل. هذه اذا امور على مستوى النظري رانا منظرين لها وموجود يعني الاعتمادات في القانون الماليه وغيرها، ولكن راح نصطدم في مجال التطبيق بهذا الانسان الفاسد بهذه الاداره المتخلفه.